رغم إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي والعودة للتدريبات الجماعية خلال شهر يونيو الجاري واجتماعات اللجنة الخماسية مع رؤساء أندية القسم الأول على مدار 3 أيام، إلا أن معظم الأندية أبدت اعتراضها على عودة دوري الموسم الحالي. أكثر من ناد اعترض على استئناف الموسم الحالي بسبب ضيق الوقت وعدم وجود فترة كافية لإعداد اللاعبين قبل عودة مباريات الدوري، مطالبين ببدء الموسم الجديد خاصة في ظل الارتباطات القارية والدولية للفرق والمنتخبات الموسم المقبل وانطلاق أولمبياد طوكيو. ومع بدء المساحات الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بجميع الأندية وتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، قررت بعض الأندية المقاطعة وعدم الاستجابة لقرارات اتحاد الكرة بخصوص المساحات والاستعداد لبدء التدريبات الجماعية. ما بين الاستجابة والتراجع والتهرب من عمل المساحات، هدد اتحاد الكرة الأندية غير الملتزمة بتطبيق اللائحة التي تصل لهبوط فرق للقسم الرابع. في النهاية، هل تخضع جميع الأندية للإجراءات الاحترازية وعمل المساحات الطبية، أم يتمسك البعض بقراره الرافض للإجراءات وعودة الدوري؟